منتابع مشاهدينا فقرات صباح اليوم لنهار الاحد وبنوصل لفقره على الموضه مع شانتال ازاي اللي برافو اجت اليوم كمان خلص ما رح غيب بقى. صباح الخير شانتال. صباح الخير، كيفك؟ كل شيء منيح؟ كثير منيحه. ما خبرتينا شو التوبيك، تفضلي الهوا كله الك. بحب الحديث يكون عفوي. ما في شك. هذيك المره طلبت منا انه نحكي عن فانوي سكابريلي، قلت لي غريب ما حكينا عن سكابريلي هالمره. صح. اليوم رح نحكي عن ثلاثه رانويز كانوا هيك فيهم شيء غريب، الثيمز كانت كثير قويه والشغل كان كثير حلو. أوكي. بقى رح نبلش نحكي فيهم، وكان فيهم اشياء هيك شوي يعني هيك سبب الجدل، يعني طريقه التصميم، مصدر الوحي. بقى رح نحكي عن هالثلاثه شوز مع بعضنا ونشوف الصور اللي كانوا ونشوف التصاميم لهالسنه اللي كانت مختلفه عن السنه اللي قطعت. طريقه دمج الالوان زينا هالمره جديده، يعني هالفول وينتر رح نشوف خليط الوان بالاوتفيتس مش شايفينه قبل، وخاصه بالهيلز، يعني صار الكعب يكون في ثلاث اربع الوان لحاله. غير الاوتفيت قد معالي صار فيك تقسمي طوابق. صار فيك تزيد الالوان ودرجه كثير الكولون اوباك ودرجه تلبسي مع الاوتفيتس، وانت على طول سباقه يعني بتجي على الحلقه بكون انا بدي احكي عن الرانوي. ما في اعمل شيء اوام يعني بقلدك. معقول. رح نبلش باول رانوي لليوم بدنا نحكي عنه يلي هو سكابريلي اللي كان عامل مود كتير حلو. دانيال روزبري اللي هو الكرياتيف دايركتور لسكابريلي اللي من كم سنة بس استلم صرنا نسمع بالبراند أكتر. أنا مثل ما قلت بفكرة مرة خبرت هيك شوي عن سكابريلي، هي لمصممة تليانية اسمها ألسا سكابريلي، بس سكرت الأتوليه لفترة طويلة ورجع إجا دانيال روزبري وعيش البراند من أول وجديد. يعني كان في مصمم قبله بس ما كنا عم نشوف هالشغل. هون عم نشوف التصاميم اللي كانت مستوحية من كريستيان لاكروا، وقبل ما يعمل هيدا الرانوي قعد معه وعمل هيك حديث هو وياه عن الستير، عن تاريخه، عن شو كانوا يلبسوا من زمان، يعني بهيدا الفترة اللي كانت مظبوط. يعني صار في كثير ريسيرش وشغل من لاكروا كرمال ينعمل هيدا الرانوي. شو سامبل يعني إذا بقى نحكي عن أول أوتفيت مع الشابو، يعني بتطلع بتلاقي انه هو القصة والستيل كتير سيمبل مع الكورسي الابيض، بس يات بتحسي قدي فيه شغل وقدي فيه تقل وقدي الديتيلز هي اللي عامل الفرق. واو. هيدا الفينتج كلامر زينا اللي بابا نشوفه هلا. هيدا الالجنس عند المرأة اللي اختفت هلا مع الوقت ومع هيدي الموضه السريعه، وصار في انواع ستايلز غريبه عجيبه. بس في فتره من الوقت ايام جابرييل شانيل وقتها كانت المراه تلبس هيدي الشابو وتلبس هيدي كانت تكون سكسي، بس لنقول يعني انه كانت المراه حتى يعني اليوم كتار بفكروا انه لا لازم كثير نكون لابسين مفتوح، او بالعكس يعني ليكي هون الستيل قد ايه كلاسي بس بذات الوقت سكسي. بذات الوقت وقديش تايملس، يعني في فتره بالموضه كنت تشوفي القطع ما بتزهقي منهم لحديت هلا بتشوف القطع وبتلبسيهم، بس نحن مودتنا هلا تزهق منها بعد شهر. سنه يعني مش معقول نيون كولرز بعد خمس اشهر بتكبيهم بالزباله، البايات نفس الشيء. والتفته والقماشات اللي كانوا يستعملوها قصات الشابو اللي معروفه انه كانت المره توطيها شوي لانه كان في هذا النوع من كانت المره خجل كانت ديسكويت، وبذات الوقت كان هذا شيء كثير كلاسي والجنت للسيدات انه يعملوا هيدي الشغله. حتى انه بتلاحظي انه هذا ستايل بالتفته اللي فيه فوليوم كثير لبسوه اهالينا بفتره معينه بالتسعينات كان دارج هيدا الستايل كثير. خدلك هلا على حكي اهلنا وين كنتوا نحن وقت نحن لبسنا، بتعرفي معهم حق لانه بفترتهم هن اللبس كان اجمل وكان ارتب والقماش كان اتقل. يعني صح، وانا عندي كثير تياب باي ذا واي، يعني تحيه لامي انه من عندها دائما باخذهم. بتلاحظي بعضهم نحله هلا يعني بظبطهم اوقات بغير مثلا الزرار تبعهم او الابولات او حيلا شيء وبرجع بلبسهم عادي. نحن اللي عم نشتريه واللي عم نلبسه اولادنا ما رح يلبسوا شيء من اغراضنا. إيه يعني ما بقى في منا هيدا القماش التلياني المظبوط اللي بيحد سنين ووقت وما بينتزع وما بيتخلط. انا حاعطيهم تبع امي. هون عم نشوف بعض من التصاميم لسكابريلي بالنص، ما بعرف قديش واضحه عليك الصوره بس الدريس طبيعي بالنص. الدريس فيري سمبل بس هو معروف بهيدي الاكسسوري اللي بيعملها على الصدر وعلى بالحلق وبالشغل اللي بيعمله اللي بفتره من يعني من سنه تقريبا اذا مش اكثر، اول ما بلشت الكورونا شفنا بلا حديد صح. لبست
الاكسسوري اللي بتشبه السكاني الاكس راي تبع الصدر بس بنلقط كورونا. صح. استوحى منا وعمل هيدي الاكسسوري واخذ ضجه كثير كبيره وقتها بالدرس الاسود مع هيدا الاكسسوري. بس واو يعني هون بتطلع الفستان الاسود شو حلو وشو حلو الشغل على الصدر. يعني الكل عمل دنم بس كابريلي عمل دنم اخذه لغير محل. اول صوره هو اوتفيت دنم مع فلورال ورك على الاوتفيت, يعني عملوا اليجنت دنم هو شيء كاجوال طلع معه اليجنت. يعني حتى انه في شغله كثير تاثر فيها انه اساس كابريلي كانت تلبس حالها وكانت تخيط لحالها وكانت تخيط من هيدا الستايل, وهي كانت مره كثير شخصيتها قويه وكثير لئيمه, وهذا الشيء بتشوفيه بينعكس بمود البراند. يعني وبيجرب على طول انه تكون بتشبهها القطعه وبتشبه الاشياء اللي هو اصلا هي بتحسي هيك بتحسي. يعني السيده اللي بدها تلبس اللي فيها بده يكون عندها كاركتير, يعني مش حيلا شخص حيلا سيده ممكن تتقبل انه تلبس هيك ثياب بالاوتفيت. النصانع عم تشوف هيك شويه ستايل مختلف عن شو نحن معودين بسكابريلي, لانه في شغل بالامبرويدري بس كله كاكسسوري بحد ذاته. عم تشوف فيها كله هيك مبروم مثل الكوليه بس على شكل دريس بالاوتفيت النصانع مع الهات. يعني كل ايتم كان اجمل من الثاني. انا قطعت هيك 9 صور بس اذا بتشوفوا الكولكشن بكاملها يعني ما بتشبعوا منها, وبيرجعوكم لوقت معين. يعني حلو. كنت للوقت الحلو كمان, يعني الوقت اللي كلنا عن جد اشتقنا شوي لهيدي النوع من الشياكه والترتيب. صح. رح ننقل هلا شيء شوي بعيد عن الشياكه. هون مين هون بعدنا بالفن بس اكيد بمود مختلف كثير. جان بول غوتيه ختم مسيرته بالاوت كوتور برنوي عمله عمل اب سايكل فاشن فيها واخذ ضجه كثير كبيره بوقتها. هون هيك بدي اخبر شيء تاثرت فيه انا وعم بقرا بفوغ. بوقتها هو وقف يكفي كوتور لانه ما بقى في بوتي ما اللي بتشتغل اوت كوتور بالطريقه القديمه. وقتها انا كنت بالجامعه كان في عندنا معلمه هي الوحيده اللي بعدها عايشه من ايام مدام جري. مدام جري مره عملت فقره عنها وحكيت عنها, هي اللي اخترعت الدرابي. وشانتال بنرجع لفقره على الموضه ولنكمل مع الصور. وين كنا صرنا؟ اوكي, كنا بلشنا نحكي عن رانوي جان بول غوتيه اللي كنت عم خبر فيه انه هو نهى مسيرته باخر رانوي عمله لاب سايكل فاشن لانه ما بقى عنده بوتي ما تشتغل بالاتوليه بتكنيك الاوت كوتور. هو لانه في طريقه معينه تشتغل فيها اشخاص معينين بيعرفوها تضلك بالفيدراسيون, تضلك انه انت معتبره عم تشتغلي اوت كوتور. بقى كان عم بجرب, كان في عندنا معلمه بالجامعه اسمها مدام جراي, كانت عند مدام جراي اللي هي اخترعت تكنيك الدريبينج. كانت تجي من الجبل بس هيك تعملنا كورس ساعتين وتفل, وقررت انه ما بدها تشتغل عند حدا لانه كانت معندة على فكرة انه مادام جري ما اخذ حقها واحترقت, احرقوا لها النازيز الاتوليه تبعها وخلصت هيك, فلست وخلصت مسيرتها هيك, وكل المصممين اللي تعلموا منها واخذوا لها تكنيكاتها انشهروا. كان يجي كل يوم حدا على الصف من قبل جان بول غوتيه ليجرب يقنعها تجي تشتغل عنده بالاتوليه ليقدر يعمل هالكولكشن, وبقيت رافضه على كل هالسنين. امبارح انا عم بقرا عن هالكولكشن اللي عملها هو ان كولابوريشن مع اوليفييه مصمم بالما, حاطين اسمها انه هي كانت بعدها هي الشخص الوحيد اللي بعده عايش من ايام اتوليه مدام جراي, الوحيد اللي بتعرف التكنيك المضبوطه وما بدها تعلمها لحدا, وكانت موجوده بتصميم هيدي الكولكشن. يعني بعد كل هالوقت قبلت بس عن شرط انه نحط اسمها ونحط اسم مدام جراي بالكولكشن لينعمل هيدا الدريبينج اللي نحن عم نشوفه بالصوره بتاني الصوره هون. يعني طريقه مدام جراي ما حدا بيعرفها طريقه, وما علمتها حتى شانتال, ما رجعت علمتها لحدا. كانت تتعلم تلميذ, ما كانت تتعلم اتوليات تقدر تحفظ التكنيك, لا بقيت معنده انه هي ما بدها تنقلها لحدا, بدها تحافظ على حق مدام جراي اللي بالنسبه لها ما انعطاها. ايه ما انعطى حق, بس انه يعني هيدي التكنيك ما رح تضل مكمله لانه ما عطيتها لها كثير, ما رح تبقى ما رح تكون تنشغل بالطريقه اللي كانت تنشغل فيها بوقتها. في اشخاص بعدها بتجرب هلا, في ميوزيم لمدام جراي موجود بباريس, بتفوت بتشوف الفساتين الاصليه اللي انعملت, بس تيجي تلاقي حدا هي بدها سنين خبره تعرفي كيف التكنيك اللي انعملت فيهم, وما بيبين خيط لا من جوا ولا من برا. يعني حتى العروه هي كانت تعلمنا اياها نعملها على الايد, هي ما بتدق بالمكنه. يعني كانت تعمل كل شيء على الايد, بس انت تقدر لو علمتنا نحن تلاميذها نقدر نلقط هي الطريقه اللي بتعمل فيها, بدنا يمكن 30 سنه قاعدين عم نخيط. يعني بس هيك انبسطت امبارح انه شفت انه هي كانت من الاشخاص ونحط اسمها ونذكر اسمها اسم مدام جراي بالكولكشن اللي عملوها مع بعض, اللي استوحى اوليفييه الكولكشن من بدايات جان بول غوتيه اللي اعتبر انه هي كانت
فيها كتير freedom of expression، هيك كان في تعبير حر عن كل واحد شو بحب يكون ومين فيه يحب. وبتعرف انه هذا الشيء معروف فيه جان بول غوتيه، يعني كان معروف بهذه الافكار. بقى الرانوي كتير اخذ ضجة، وهذا اول سيزن من عدة، وهذا بروجكت رح يكون مكمل. يعني اول شخص تعامل معه هو اوليفييه، رح يصير في دايما كل بروجي يكون يتعامل مع مصمم ازياء مختلف. صح، حلو. اول مصمم كان بالما. رح نختم هلا بي انا بعد عندي 2 رانويز، ما بعرف قديش معنا وقت. هون عم نشوف فالنتينو اللي هو الرانوي اللي كنا عم نحكي بالمره الماضيه انه جار تشكى عليه لانه سكر له وجهه المحل. فالنتينو كتير اخذ ضجه بهذا الرانوي لانه عمله على السبانيش ستيبس بروم، وقرر انه يعملها بالتحديد على هول هيدا الدرج لانه اول لما يسكر على حدا هو سكر على الكل. يعني هو هون كمان لا، ما هو بالوجه في كل المحلات البراندز الكبيره اولهم جار، كرمال هيك جار انه لقى انه تسكرت الطريق كرمال ينعمل الرانوي. فكرت هيدا واحد تاني رجع عمله اوكي اللي حكينا فيه كل مره ودفع ال 100000 دولار تشكى عليه. لا بعد ما دفع شيء، ما كان في هيدا الروح الرياضيه بين بين المصممين. هلا بدنا نضل بصوره فالنتينو لانه هون صرنا بجاليانو احسن ما يضيعوا العالم. صوره الدرج اللي كنا عم نشوفها قرر انه يعملها على هيدي السبانيش ستابس اللي هو 136 درجه بزحته كثير، يعني كثير صعب انه المودلز ينزلوا عليهم. لانه اول محل اتولين فتح لفالنتينو ب 59 كان على راس هيدا الدرج. نرجع نشوفها، هيدا هي الصوره. صحيح. اوكي، كان على راس هيدا الدرج يعني على الميل الثاني فوق. كرمال هيك قرر انه بده يرجع للبدايه وبده يعمل الرانوي بهذا المحل بالذات. رح نشوف بالصوره اللي بعدها شوي قطع من كولكشنز فالنتينو اللي كانت موجوده بهذا الرانوي اللي كثير اخذ ضجه كبيره هذه السنه للفول وينتر كولكشن. بالصوره اللي بعدها هون عم نشوف الميتاليك اوتفيتس اللي دارج السنه. لا، في اوتفيتس باللون الاحمر، ما بعرف، عم نروح عند غاليانو هون، بس بدكم نحكي عن غاليانو. ايه هن شكلهم بدهم هيك تحكي عن غاليانو. خلينا نختم شانتال هيك مع غاليانو شوي، بكون بعدين بركي جهزوا الصور هوليك. اوكي، هلا انا غاليانو حبيت احكي كمان اليوم عنه شوي. انا نقطه ضعفي هو، وكنت الحقه بباريس، بعرف انه بيقعد بالزيت الكافيه، بس كنت الحقه من محل لمحل قاعد اتفرج عليه وانطر انه يمضي لقد ما كنت حبه ومأثره فيه من انا وصغيره. وهالكولكشن بالتحديد لميزون مارجيلا حبيت احكي عنها لانه رجعتنا على جار. يعني بتذكرك اول ايامه بجار وقتها كان يعمل هيدي القصات الغريبه العجيبه العالم ما تفهمها، وتشوفي المودلز مثل البوبيات وتشوفيهم لابسين تول، لانه هو كان يفجر كل الفن اللي عنده اياه على الرانوي، وتشوفي اشياء منها ويربل والعالم ما تفهم، بس هو كان يحب الشو تبعه يكون مسرح. ايه يعني يكون هالقد استعراضي، يعني لا يقدر يفرجي قدي هو عنده سكيلز. وبتخيل كل المصممين بحبوا هيدا البارت شانتال، خاصة الأسامي كبار. يعني احنا اوقات نحضر بنقول بس هو مين بيلبسهم، هن بيبقوا عارفين انه هو ما بينلبسوا، بس بينعملوا ليبينوا شوي قدي الكرياتيفيتي تبعهم عالية والسكيلز تبعهم. وهيدا اللي مفروض يصير، لأنه انت بس فيك تشتري قطعة فيك تروحي على الشوروم او فيك تروحي على المحل، بس تحضري الشو لازم تحضري شو. صح. مش تشوف الكولكشن بحد ذاته. بدي فرجيك انا قديش اعلى شيء بقدر اوصل بالتصاميم وبالباترونات. وهيدي هاي الكولكشن اللي عاملها كانت مستوحيه من كاركترز للثياترز الامريكانيه. بقى هيك بتشوف انه حتى في محلات بهيك اخر صوره لو غامقه شوي في فرد موصول مثل هيك طويل موصول بالايد، يعني كلهم كاركترات من المسرح. بتلاحظي انه فيهم هيدا المود الثياتريكال والكثير ارتستيك اللي معروف فيه غاليانو، بس ها اول مره بيرجع برد ستيل جار ببراند، يعني ببراند ثاني. يعني توفى بهيدا الكامباك. شكرا لك شانتال عزي، بشوفك على الرد الاحد المقبل.